خليني اروح سريعا للكابتن الكبير كابتن رمزي صالح، طبعا نجم النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي السابق والمشرف العام على الكره في نادي بروكسي. يا كابتن رمزي مساء الخير. حبيبي امير، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كويس، كله تمام؟ كله تمام يا حبيبي، ربنا يعني. عايز اقول لك مبروك على الاداء، وعايز اقول لك هارد لك على النتيجه، لان بصراحه مباراه كانت كبيره جدا جدا النهارده من بروكسي. طبعا الحمد لله. اول حاجه طبعا الف مبروك نادي الزمالك، وهارد لك لاعبتنا بصراحه قدوا مباراه هايله، بس للاسف يعني بص انا ما بحبش اتكلم عن التحكيم كتير، بس الاخطاء التحكيميه وارده، لكن لما تبقى متعمده ما بتبقاش وارده. هي دي انت شايفها متعمده النهارده يا كابتن رمزي؟ طبعا طبعا. هو احنا امتى هنتطور يعني؟ هو ايه المشكله لما انت تدي فريق من الدرجه الثانيه حقه؟ وعشان بيلعب نادي الزمالك، ايه المشكله لما تحسب على نادي الزمالك ضربات جزاء؟ في ضربتين جزاء واضحين وضوح الشمس. ومش عايز اولا ما فيش بار، دي حاجه، وتاني حاجه ما فيش سماعات حتى الحكام يتكلموا مع بعض. لا كانت اخطاء واضحه، وبعدين كان في تعنت واضح ان هو، انا رحت قلت له بيتعامل مع الجهاز الفني بتاع نادي الزمالك بطريقه والجهاز الفني بتاع نادي بروكسي بطريقه ثانيه. حكم على طول متنرفز، كل ما الواحد يجي مثلا يتكلمه بيرد بطريقه غريبه قوي بعكس ما بيرد على لاعيبه الزمالك او جهاز الزمالك. لا يعني في ضربات جزاء، في اختلاف في اسلوب التعامل طبعاً من طبعاً الحكم مع جهاز بروكسي عكس جهاز نادي الزمالك. طبعا انت لما تبقى حكم لازم ما تتعاملش بمكيالين، اتعامل بمكيال واحد طبعاً. انت اديني حقي، انا مش طالب. احنا امتى ايه المشكله لما ريال مدريد بيخرج بمكيال؟ ايه المشكله؟ هو انا يعني عشان فريق في الدرجه الثانيه لازم يبقى خلاص اتغلب؟ طب انت الكره هتتطور امتى؟ انا مش طالب حاجه، الناس كلها شافوها سواء في استوديوهات تحليليه او على مواقع التواصل الاجتماعي، كان كلها في ضربات جزاء واضحه جدا، والضربات الجزاء مؤثره بمعنى ان هي لو جت في توقيت اتحسبت كانت خلصت الماتش. هو بغض النظر عن توقيتها، لكن ضربات الجزاء في كل الاحوال مؤثره، يعني طبعاً. لما يكون في خطا في عدم احتساب ضربه جزاء فده خطا مؤثر في المباراه طبعا يعني. بس امير احنا لعبنا كتير وتعرضنا لمواقف كتير، في اخطاء تحكيميه بتبقى وارده، وفي اخطاء تحكيميه متعمده، هي دي اللي الواحد ما بيسكتش عليها، فاهم قصدي؟ يعني ماشي في خطا تحكيمي كلنا بنخطا والحكم في النهايه بشر طبعا، لكن ان انت ما تتعمد تكون الكوره واضحه وتمركزك سليم 100% وقريب من الكوره وشايفها وتمشي اللعب عشان عارف انه ده هيخسر، لا. ففي حاجات مش مقبوله، وطريقه التعامل لا مش مقبوله جدا من الحكم ده. يعني مثلا كان بيقول لكم ايه الكابتن وليد عبد الرازق؟ كابتن الطريقه، كابتن الطريقه، الطريقه يعني نفسها بغض الطريقة النظر عن مصطلحات يعني. ماشي إيه تمام يا كابتن، مش عارف مين بطريقه انت معاك، اقعد مع حدش يعني. فاهم. وبعدين اقول لك على حاجه، انت شفت الماتش؟ طبعا. الجهاز الفني بتاع بروكسي كله ظهر بشكل ملتزم، يعني ما فيش تعديات او ما فيش مش عارف ايه، ما فيش اي حاجه. دي حاجة، تاني حاجة يعني خلينا نطلع ده الجانب اللي هو بيخص التحكيم، وأنا مش من النوع اللي بحب أتكلم عن التحكيم، لكن خليني آخد الإيجابيات اللي طلعنا منها. قبل ما أتكلم عن الإيجابيات معاك يا كابتن رمزي، هل ممكن يكون في خطوات أو شكوى من فرقة بروكسي ضد التحكيم في التعادل؟ هنستفاد إيه يا كابتن؟ صح، هي المشكلة هتستفاد إيه يعني؟ هي في النهاية الفكرة بس الحكام أو سواء أي حاجة، النادي ده يعني في اي نادي بيبقى في ناس تعبانه، في تعب مجهود محطوط، في فلوس بتتصرف، ما يجيش بحركه بسيطه يضيع مجهود ناس بتتعمل. انا مش هقول لك ان احنا كنا عايزين نروح ناخد كاس مصر، الفكره انه ما تضيعش مجهود ناس لعبت واداره كامله ومنظومه كامله بتتعب عشان تظهر بالشكل ده، ده شغل سنه كامل عشان نظهر بالشكل المحترم اللي ظهرنا فيه. فعلا. فينفعش انت بحركه بسيطه عشان يعني، لازم انت كحكم انت وظيفتك ان انت تدي كل واحد حقه. اكيد. اما ما تجيش حد على عشان اسم، انا ما بحبش الفرق اللي هو ايه، لا ده النادي الفلاني اعلى من النادي الفلاني يبقى انا مايل مع النادي. كابتن رمزي اعتقد سمعت تصريحات الكابتن جاهد. طبعا احنا طالبين كل واحد ياخد حقه. بص اقول لك على حاجه، يعني في حاجات كده واضحه ووضوح الشمس، فاهم؟
ضربات الجزاء يعني في ضربات جزاء بيختلف عليها اتنين ما مظبوط بيبقى مشكوك فيها، اما كل الدنيا مجمعه عند ضربات الجزاء اللي في الملعب وعلى التلفزيون وانت الوحيد اللي مش شايفها. هي دي الفكره يعني، حاجة لازم كل واحد يعمل شغله يتقل في شغله وتتعامل مع الموضوع. انت حكم فلازم تبقى محايد وحكم، لازم تبقى فير في كل حاجه. طيب ده بخصوص الجانب السلبي من وجهه نظر بروكسي ومن وجهه نظر المشرف العام على الكره، لكن في ايجابيات كتيره قوي في الحقيقه فرقه بروكسي النهارده يا كابتن رمزي. يعني انتوا ازاي كونتوا الفرقه دي اصلا، والفرقه بالقدرات والمهارات المميزه والشخصيه الواضحه في الملعب والهدوء، وانتوا بتلعبوا فريق عظيم بحجم فرقه نادي الزمالك، ازاي اشتغلتوا وخدتوا فتره قد ايه عشان توصلوا للمستوى المميز ده؟ طبعا بص، هو نادي بروكسي تاسس سنه 2019، دخلنا مظبوط درجه رابعه وبعدين درجه ثالثة، والفرقة صعدت درجة تانية. حاولنا نعمل منظومة متكاملة، بنتعامل مع النادي أو بطريقة احترافية بحتة، عندنا قاعدة ناشئين كبيرة، والله كويس، عندنا مدير فني هولندي في قطاع الناشئين. طبعا الصورة اللي ظهرنا عليها بالشكل ده ما جاتش من فراغ، طبعا انت عندك منظومة متكاملة جدا موجود. النادي بعنا في يناير لعيبة اتنين راحوا على النادي المصري، حسام جريشة واحمد عماد. اعتقد احنا ماشيين كهدفنا الصعود للدوري الممتاز، اكيد ماشيين بشكل صح. النهاردة الناس كلها اتفرجت، سواء كان الفرقه واقفه على رجلها سواء بدنيا او فنيا، فرقه منظمه ما كانتش خايفه وهي بتلعب طبعا نادي بحجم نادي الزمالك. طبعا واعتقد يعني احرجنا الزمالك وطلعنا بنتيجه ايجابيه. من الاجابات اللي خدناها ان احنا النهارده، انا كنت مبسوط، كنت بتمنى في القرعه ان احنا نقع مع الاهلي او الزمالك. والله والله بسبب واحد بس، هو مش سبب نتيجه الماتش دي يعني ايه، كفرقه ليا في الدرجه الثانيه موجود، اكيد الطموح موجود، واكيد طبعا ان كل واحد طموحه مشروع، انه احنا كنا متأملين طبعا نوصل لمكان ابعد من اللي احنا فيه. لكن اي فريق بيتمنى انه يلعب الاهلي والزمالك من حيث الشهره، يعني دلوقتي اكيد مصر كلها عرفت انه في نادي صح محترم اسمه بروكسي، فده هو اكبر دعايه ليا، ده مكسب كبير. طبعا، فدي من الاجابات اللي كسبناها. كسبنا اللعيبه، عندنا لعيبه صغيرين في السن كتير، ان هم يظهروا بالشخصيه دي ويظهروا بالاداء ده قدام نادي الزمالك. وصدقني مش بس مجرد ان انا بلعب الزمالك ماتش الزمالك نادي بس، هو ده مستوى الفريق يعني، بس اللي هو ماتش وخلاص. لا، الفرقه دي متعوب عليها، شغالين يعني المنظومه قلت لك متكامله، تمام، وان شاء الله يعني طموحنا يبقى اكبر من كده، وباذن الله في السنتين ثلاثه اللي جايين يبقى نادي بروكسي يوصل لمكانه يعني ترضينا باذن وترضي الله. لا، القائمين انتم عليه. ماشيين بخطه ثابته وصحيحه في الحقيقه، فتستحقوا ان شاء الله كل خير. لكن عندكم لعيب مميز قوي اسمه مصطفى حماده، ده موقفه ايه ده يا كابتن رمزي؟ النهارده مصطفى عمل ماتش حماده، حلو قوي. مصطفى حماده موجود، هو اعار عندنا من فاركو. وبصراحه بقى له فتره بيقدم اداء لايق، والنهارده قلت لك اي حد النهارده ظهر بشكل كويس مش من فراغ، ده بقى له معاه جهاز فني محترم، شغالين مع اللعيبه، اللعيبه بيتعاملوا احترافيه بحته، والاداره موفره كل سبل النجاح للعيبه، تمام، ويا رب يعني بتمنى التوفيق في اكتر من لاعب بصراحه. النهارده كانوا نجوم وكل الفرقه النهارده ظهرت بشكل كويس، والفترات معينه ما حسيتش انه في فرق، انه او تحس انه الفرقه دي بتلعب في الدرجه الثانيه. اكيد ده امر مهم، لكن انا برضو عايز استغل فرصه تواجد الكابتن رمزي صالح وهو حارس مرمى النادي الاهلي السابق، واكلمك على الاهلي ومباراته المقبله امام الترجي، وكيف ترى هذه المباراه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا؟ طبعا بص، النادي الاهلي طبعا ولما بيدخل في الجد او المباراه الحاسمه بيختلف تماما. قلنا نقطه تحول كان ماتش الهلال السوداني، اختلف الاهلي المجموعات غير الاهلي الادوار الاقصائيه، تمام، اعتقد عمل مباراه رائعه مع الرجاء. اكيد الترجي دلوقتي ما بيمرش بافضل حالاته على مستوى الدوري، لكن النادي الاهلي يعني لازم يبقى حذر في التعامل مع الترجي، لانه برضو الترجي اسم كبير. المباراه في تونس مش هتكون طبعا سهله جدا النادي الاهلي، بس ده النادي الاهلي طبعا بيمتلك الخبره، المجموعه اللي موجوده دي لعبت مباراه
من النوع ده كبيره جدا، فدي اكيد عندهم الخبره في التعامل مع الموضوع. وبرضه في نقطه كولر بيعملها، انه دلوقتي تحس انه عمل عنده دكه بدلاء جامده جدا، لانه كل ماتش بيغير اربعه خمسه في التشكيل الاساسي. فدي عملت حاله ايجابيه، يعني انت دلوقتي عشان تتفادى موضوع الارهاق، مش هي نفس ال11 هم اللي بيلعبوا كل ماتش. فدي حاله ايجابيه وبتخلق تنافس باللعيب، يعني دلوقتي لو غاب اي حد ما بتحسش بغيابه زي ما زي ما كان في السابق. فطبعا محمد الشناوي في الفتره دي برضو بيمر ده اللي انا كنت عايز اسالك عليه، يعني تقييمك لمحمد الشناوي ورايك ايه في بعض الانتقادات اللي بتوجه ليه في فترات او متباعده. لا يعني طبيعي الانتقاد ده، انت جون نادي الاهلي، فطبيعي ان انت تكون تتعرض لانتقادات. لكن في النهايه الجون الخبره هو اللي يقدر يخرج من الهفوه اللي بتحصل لك. يعني محمد الشناوي اتاثر مستواه بشكل كبير في فتره من الفترات، وفي نفس الوقت رجع ارتفع مستواه. هي دي الخبره، كتر لعب محمد الشناوي وشخصيته خليته يعرف يرجع لمستواه الطبيعي. وفي ماتش الرجاء كان مؤثر بشكل كبير جدا في اول المباراه، يمكن كل جمهور نادي الاهلي كان خايف، لان اول مباراه كان نادي الرجاء مسيطر نوعا ما، وفي كورتين لمحمد الشناوي كانوا متصدين فرق. وفي نفس الوقت شفنا ماتش السوبر، صح مظبوط، في تصدي في الدقيقه 80 تقريبا غير مجرى الماتش. طبعا طبعا الكره اللي بالهيد اللي شالها كان فيها رد فعل رائع. يعني بصراحه محمد الشناوي الفتره دي بيقدم افضل اداؤه، وهو مؤثر جدا في نتيجه مباراه الاهلي الاخيره. يعني اكيد ان شاء الله نتمنى للاهلي التوفيق، واكيد بتمنى لك كل التوفيق يا كابتن رمزي ولفرقه بروكسي، وببارك لك على الاداء وهارد لك على النتيجه النهارده، وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن رمزي صالح طبعا المشرف العام على الكرة في نادي بروكسي.